برنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في ثاني حلقة من برنامجكم برنامج الرصيف. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ويعود تعود عليكم الأيام إن شاء الله بالصحة والسلامة وانتم في خير وعافية. في بداية الحلقة اليوم أشكر كل الرعاة اللي معانا واللي شاركونا هذا النجاح. نشكر شركة تويو، نشكر شركة أبتيكو، شركة تكنو، وشركة بيكر تشويز. صحيح كده بيكر تشويز، لأنه أمس الشركة كل شوية يقولوا لي أبوي الاسم غلط، تشويز بيكر، بيكر تشويز، هم يعني نفس واحد بيكر تشويز. طبعا اليوم على خمنا ما هو موجود، راح على شو اسمه ده على الطائف، الله يشفيه إن شاء الله. موجود في مهرجان في الطائف، حيخلص يمكن يوصل يمكن ما يوصل. اليوم طبعا حيكون معانا نجم من نجوم اليوتيوب، نجم برنامج قروشة، يمكن عرفته أو تحاولوا تعرفوه. نرحب كلنا جميعا بالكنترول بالاستاذ مراد محمد. حياك الله يا مراد. علي حبيبي مراد. مايكات مايكات. كيف امورك مراد؟ انت بخير؟ طيب كل سنه طيب. منور ومبارك، ويعني صراحه يعني اليوم ما شاء الله عليك كول بالله. كيف والرياضه حلوه معك؟ الحمد لله. والحديد احلى. ايوه شوفوا الحلقه حق السنه اللي فاتت حتى تعرفوا التغيير هو بيتكلم عن ايش. فتنس تايم يعني. ياس. اوكي ويلكم. مو من الرواح. حيا الله مراد. مراد جمهور عندك. اول شيء احب اقول لكم كل عام وانتم بخير، ومره مبسوط ان انا معاكم. يعني من السنه اللي فاتت انا متشوق رمضان السنه دي يجي عشان نطلع معاكم، وان شاء الله نكون خفيفين كده ونمشي الليله حلوه ونلحق نتسحر. مراد. ايه. نذكر بالارقام. كم الارقام يا محمود؟ انا ماني حافظ. متذكر. الارقام من داخل السعودية 7,081، صح؟ من خارج السعودية 0,288، 216 22 77 45 62. أتحدى أحد يعرفها. طبعا الشاشة بعيدة ومش قادر أنا أوصل. خلينا نقول من داخل السعودية 7,000. يا رشاد قول حاجة. 10,081. مالك يا رشاد اليوم؟ انا سامع. الدين انا الارقام. يلا خذ الارقام. يلا يلا قول. عندك يا رشاد قول ارقام. قول ارقام. قول. يلا اطلع فاصل. قول ارقام. مو اطلع فاصل، اطلع طارق. 7,000. ايه. 10. ايه. وين راح؟ 8,1. ايه. هذا اللي هو فين؟ هذا داخل السعوديه. من داخل السعوديه 7,010,81. هدي خارج. 0,282. هذا مفتاح السعودية هذا ولا ايه؟ مشي انت. لا تقعد. 0,282. هذا 216 22 77 462. اذا غلط دقوا 3 تسعات. ربنا يوفقك. حياكم الله. طيب اول ما حنبدا الحلقه اليوم حنبدا بالسحب. مراد تعال هنا عشان نبدا بالسحب. اوكي. شوف القاروره هناك ولا شو اسمها العلبه. الله يسامحك ابا جاي. هذه طبعا البانيو حق علاء المنصري من العلبه الماضي. وش فيه؟ من الكاسه هذه؟ ايه البانيو حق علاء. السحب طبعا نحن عندنا في كل يوم حنسحب على اكثر من حاجه. اول شيء حنسحب على 500 ريال كاش. طبعا الناس يعجبها الكاش، ناس مره منتهيه فيعجبها الكاش جدا جدا جدا. حنسحب 500 دي. انتهينا. انا مالي شيء. الشيء الثاني مالي. جيت انا ضيف. انت جاي تشحت يا مراد. ربنا يخليك. تفضل السحب الحين. هوا السحب. اي صح. 500 ريال كاش عندنا كل يوم من تويو طقم كفرات. حيقول لي واحد يتفلسف، وتعرف نحن ربعنا، حيقول لك كيف طقم كفرات؟ الحرمه ما تسوق في البلد، الولد الصغير ما يسوق في البلد. يا اخي عندك ابو، عندك اخو، عندك ام، المهم اعطي الكفرات للي تبغى. بنشر جنبكم. بيعوها. بيعوها واستفيدوا. ايه فلوس. فلوسها. ايه. كفرات تويو بعدين غاليه يعني، مش اي حاجه تويو يعني. ايه. اذا مره ما تبغوا ممكن نبدل لكم الكفرات بجالونين بويه من تكنو وتاخذوها عاد على طول اللي تبغوا. حنبدا نسحب عشان انت ما تقولوا احد غشة. شوفوا
حقين تكنو حاضرين هنا جالسين يكتبوا تقرير طبعا. فينهم؟ شوفهم هناك ورا الخشب. اوكي. يلا يا مراد غمض غمض غمض. بسم الله. غمض يا مراد. اوكي. طيب اوكي. يلا. طيب. أول ثلاث أرقام وري وري الناس وري وري الناس. وري الناس أوكي وري الناس بلا سرقة. أول ثلاث أرقام 052. أنا واقف أهو. اضبط دقيقة. آخر ثلاث أرقام 150. يا سلام عليك. 052 أول ثلاث أرقام 150 آخر ثلاث أرقام. أوكي. طيب مزبوط. أيوة. مصعب من ينبع. مصعب من ينبع مبروك. إيه. هذا ايش في هذا ايش الهديه؟ هذا 500 هذا 500 ريال يا مصعب. تعال 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 يا مصعب. اوكي تعال تعال خذ ثاني. يلا هذا حصل ايش؟ 500 ريال. 500 ريال مصعب. 500 ريال الجائزه الثانيه برضه 500 ريال كاش من تكنو. نشوف مين معانا. هذا الرقم اول ثلاث ارقام 050 اول ثلاث ارقام واخر ثلاث ارقام 200 لا لا دقيقة ابو محمد 388 وقطعنا الورقة. أول ثلاث أرقام 050 وآخر ثلاث أرقام 388. مين مع مين اللي هذا؟ يس. طيب خلاص كده خد. صار عندنا ايش؟ يا سلام صار عندنا الآن 500 باقي طقم كفرات أربعة كفرات طقم تمام؟ مين هذا؟ يلا طاقم كفرات نسحب نسحب طاقم طبعا كفرات. كل يوم حيكون معانا طاقم كفرات يا بخته ان شاء الله اللي ظبط بالله اتصلوا لنا على صاحب الطاقم ده يبغى يبيع ولا حاجه. اول ثلاث ارقام 050 واخر ثلاث ارقام 407 050 و407 غرفه فندق. هذا تويو. هذا من تويو طاقم كفرات. مين 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 مين, مين؟ طلعوا لنا الثلاثة وخلوهم خلونا نداخل معاهم على الهواء. خذ هذا الرقم خذ الدقيقة هيا 500 مين؟ ايوه فاطمة من سبت العلاية فازت ب 500 ريال كاش. فاطمة من سبت العلاية. طيب مين كمان؟ مصعب 500 وفاطمة 500 آخر ثلاث أرقام حق الطقم التويو ايش هو يا مرحبا؟ 407 407 طبعا نحن ما بنطلع الارقام كلها عشان الازعاج تعرفوا يعني ما الواحد بيطلع بس اخر ثلاث ارقام واول ثلاث ارقام عشان يكون في مصداقيه في البث. معاذ من جده فاز بطقم كفرات. معاذ ان شاء الله يطلع كبير ما يطلع صغير لانه معاذ لو طلع طفل يركبه في البسكليت حقه. خلي الارقام هذه على جنب. اول اتصال معانا ريناد تفضلي مع مراد. مراد خذ ريناد. السلام عليكم. السلام عليكم ريناد كيف حالك؟ طيب الحمد لله. كم عمرك؟ عمري 10 سنوات. ما شاء الله تصومي؟ ايه. طب تطبخي؟ يعني ها. طيب تفضلي ايش تختاري؟ يلا ريناد. الكذب حرام. الكذب حرام. ايش هو؟ هوندا. هوندا هوندا. تفضل هوندا. يا رب سؤال سهل. طيب يا ريناد اخس والله سؤال اوكي. في عهد من ظهرت اول صيدليه؟ هارون الرشيد، المنصور، عمر بن عبد العزيز. ممكن تعيد السؤال؟ في عهد من ظهرت أول صيدلية؟ هارون الرشيد، المنصور. الثاني الثاني. لا يا هو يا هو. ما شاء الله ذكية ما شاء الله. إيش الفن ده؟ الثاني قال لك عشان ما أنت عارفته أساساً. ألو. خالد معانا سمي. ألو يا أبو خلود أخبارك أبو خلود؟ ألو أبو خلود. هلا كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك أبو خلود؟ خير كيف من طيب؟ من فين أبو خلود؟ ها؟ أنت من فين؟ من الباحة. ونعم بأهل الباحة سمعونا الجنوب. سمعنا يا يا محمود سمعنا إيش الجنوب. الله 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 اسمع. يا حلا خالد. هلا. كم عمرك يا خالد؟ عمري 14. ما شاء الله العمر كله ابو خلود. مرحبا الف يا ابو خلود. رحيك ابو خلود ايش تختار؟ هوندا هوندا
يا ابو ايش الطمع ده؟ كلكم داخلين على طمع، ترى يعني كل اللي حيتصلوا حيدخلوا في السحب على هوندا، لا تخافوا يعني ما في احد. هوندا، خلينا نشوف السؤال من هوندا ايش يقول. يقول لك ما هي اول معركه بحريه بين المسلمين والنصارى؟ هي معركه ذات الصواري او معركه بدر؟ والله اذا ما عرفت يا ابو خلود سلم العده وامشي احسن لك. ذات الصواري يا واد يا فنان مره. يعني حتكون بدر معروف انه ذات صواري. حياك يا ابو خلود. الو علي معك. علي الو علي علي انا حياك الله استاذ خالد. استاذ خالد تفضل. انا هنا 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 هنا. الو حياك الله استاذ خالد. يا هلا يا هلا يا علي معاك مراد. هلا حياك الله. معك خالد. حياك الله مراد. هلا حيا الله حيك كيف حالك؟ ضيعتوني انت مراد ولا خالد؟ لا ما عندك تلفزيون انت يا علي؟ لا لا اسمعك ضيعتني انت. حياك الله. في مراد وفي خالد، اختار ممكن تختار يا تبغى مراد يا تبغى خالد، واحد من الاثنين. نختار كبير السن. احنا نختار كبير السن. ايش تبغى؟ يلا انت يا خالد. يا استاذ خالد حبيبي على راسي. من خالد من فين انت يا علي؟ من الاحساء. والله ونعم اهل الاحساء حبايبنا. ايش تختار؟ عندك تكنو، عندك ابتكو، عندك تويو، عندك هوندا. والله كريم ان شاء الله ربك يجيب الخير. كل هوندا. تويو تويو عطني تويو. تبغى تويو كفرات؟ كم مقاسك؟ ها دقيقة. يضحك والله مصاب. الو يا حبيبي سؤال سهل يقول لك من هو شاعر النيلين؟ نزار قباني، حافظ ابراهيم، خالد بامشموس. شاعر النيلين مش حمص النيلين. في حمص في جدة اسمه النيلين، سيب حمص النيلين خليك في شاعر النيلين. نزار قباني، حافظ ابراهيم، او مراد باشماخ. حافظ ابراهيم. يا واد يا فنان عجبني ادق على طول. حيو حيو اللي بعده. فاطمة. الو السلام عليكم. فاطمة. الو السلام عليكم. فاطمة كيفك؟ تمام الحمد لله. كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. وانت طيبين. نحن قلنا من اول شيء ان الرصيف ما في احد يدخل الرصيف يخسر. الرصيف هذا رصيف الجميع. ايوه ايوه. ويقول لك ايش؟ رصيف باليد امان من الفقر. تمام؟ ايوه. واذا كان الرصيف من ذهب فالسكوت من فضة. فاطمة. نعم. قول لها ايش لها. سامعتنا؟ ايوه ايوه معكم. مبروك عليك ال 500 ريال يا فاطمة. فزتي ب 500 ريال يا فاطمة مبروك. كاش كاش 500. شوفي اتصال 500 ريال. ألف مبروك. اللي يا أخي نبغى 500 يا أخي. أنت تبغى 500؟ أي يا أخي نبغى 500. يا أخي أنت جاي تطلب هنا ولا جاي؟ والله أطلب والله يا أخي. ألو. بنقضي العيد. ألو أميمة. ألو. ألو. السلام عليكم أميمة. وعليكم السلام. كيفك يا أميمة؟ الحمد لله. إيش أخبارك يا أميمة؟ تمام. من فين يا أميمة؟ جدة. ما شاء الله أهل الرخاء والشدة. طيب يا أميمة. ايش ده؟ بدينا في الكلام اللي ما يصير ده. ايش هو؟ أميمة. هلا. لو ضحكتي مرة تانية زي دي الضحكة اللي ضحكتها قبل شوية راح يصير كلام تاني، طيب؟ طيب. لو ضحكتي تالتة والله تفوزي. لاش فالتة. ألو. الو الو رشا. تعال مراد شوف لك حل. انت جالس هنا. تعال مراد. رشا 500 بلاش. ما بيدوني 500. رشا رشا كيف حالك؟ ايوه الو. ايوه الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معكم. مع وزير ستيسي. السلام عليكم. ايوه الو. ايه تفضلي. رشا من وين؟ رشا من مكة. من مكة. من مكة. مرحبا ونعم والله. طب رشا عشان تختار ايش تبي؟ هوندا من هم تكنو ابتكو. اكيد ما عندك سيارة. هوندا. هوندا هوندا هوندا. اوكي ولا حتسوق ولا شيء. لا تجلس تختاروا سيارة. هاي اوكي. فين نسأل رشا؟ تعالي يا رشا. اتكلم
اي الو سامع الموال؟ اهل مكة عاد ولي رشا بدري على السحور يهو رشا ايوه الو معاك؟ ايوه الو سامع ايوه طب سامع السؤال يا رشا؟ ايوه اوكي أسمع. في عام انا عدلوس انا رايح وجاي 16 تمه لاول مره في عاصمه امبراطوريه فارس اوكي فما هو هذا الشيء انا ماني فاهم السؤال اوكي تم بناء مدرسه تم بناء اول مسجد تم بناء مستشفى في عام 16 تم لاول مره في عاصمه امبراطوريه فارس فما هو هذا الشيء تم بناء مدرسه تم بناء اول مسجد تم بناء مستشفى يلا رشا الجواب الثالث اي اللي هو الثالث مبروك الله مبروك الله مبروك ما اعرف شيء اوكي الو والله ما سمعت انت والله انا ما سمعت لا قالت الثاني سمعت الثاني صح إيه؟ الو مين سعيد سعيد سف الدقيق سعيد اسماعيل اي اول مسجد الساعه الحق دي لسه خلاص استي استي روحي رشا انت عايش على الذكريات خط مكة زحمة يا رشا الو ايوه الو اهلا يا رشا خلاص خلاص مع السلامة يا رشا انت فزتي معانا بهليكوبتر يلا يا رشا مع السلامة كل سنة وانت طيبة ان شاء الله عبد الرحمن الو عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام حيا الله عبد الرحمن الله يحييك منور يا عبد الرحمن الله ينور ايوه من فين أيوة. من فين عبد الرحمن من فين عبد الرحمن من فين عبد الرحمن دقيقه عبد الرحمن من فين تتوقع عبد الرحمن ايه عبد الرحمن كيف حالك صدقني لو عرفت تفوز بجائزة عبد الرحمن كيف حالك 500 ريال يمني الحمد لله طيب عبد الرحمن من جده عبد الرحمن من فين عبد الرحمن من مكه من مكه ونعم بها قريب انا كنت جاي في الطريق يعني 75 كيلو ما فرق كثير عبد الرحمن ايش تختار تكنو هوندا ايش الناس طلع يلا روح جيب هوندا احلى احلى خلاص روح الله يوفقك يا طفيت الكهرباء علينا عبد الرحمن ايوه انا احبك اوف على الهواء كذا انا حتى انا احبك عبد الرحمن فوز يا اخي فوز يا خرب عبد الرحمن هلا تبغى سؤال ولا تبغى تفوز عشان الكلمه اللي قلتها قبل شويه عبد الرحمن قول ابغى افوز قول ابغى افوز عبد الرحمن عبد الرحمن قول ابغى افوز قول ابغى افوز السلام عليكم رحمن قول ابغى افوز رحمن شكلك تقلت في السوبيا اليوم الو عبد الرحمن ها 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 السوبيا تقلت ولا ايش انت لا لا طيب اسمع السؤال السؤال يقول لك اسمعني من التلفون يا عبد الرحمن سيب دحين دخلت في الحب والهيام انا احبك وما ادري يا ابني خلصنا عبد الرحمن والله غلطت عبد الرحمن لا احد يدق على خالد ويقول له احبك يا جماعه ما حد قال لي احبك انا من 30 سنه اول واحد يقول لي احبك كنت حدوك الو عبد الرحمن ممكن اقول لك حاجه ايوه عبد الرحمن السؤال يقول تفضل طيب لو فزت يعني يا عبد الرحمن السؤال يقول تزوجها جعفر بن ابي طالب ولما استشهد تزوجها ابو بكر الصديق فمن هي أسماء ذات النطاقين أسماء بنت عميس هند بنت عتبة عبد الرحمن قول لي أحبك يا مراد يا شيخ والله لو عرفت تعال قابلني ورب البيت لو عندك ماجستير ما عبد الرحمن أنا مساعدة طيب ها؟ مساعدة إيش تبغى أنت جاي تشحت هنا ولا اثنين يا عبد الرحمن السؤال الثاني أسماء السؤال الثاني صح فايز عبد الرحمن أسماء بنت عميس حبيبي الو عمراد اصاله الو اسم فني اصاله كيف حالك طيب الحمد لله كيف حالك انت الله يخليك والله بخير كم عمرك 14 ايش اليوم طبختي على الفطور سمبوسه هذا بس تعرفه سمبوسه 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 اوكي سمبوسه طيب اختاري ايش تبغي هوندا ولا تويو ولا مين هم تكنو ولا اوبتيكو والله ما ادري ايش الاسماء اخي واحد انا على الهواء يقول لي زبط لي الحجز اختار انت انا اختار طيب كل ما اختاره هوندا تكنو تكنو عشان حبايبنا في قروشه الكرسي الكرسي تكنو معاكم في قروشه طيب طيب زبطناهم اليوم ابو عمر في قروشه يقول لي ايش
يقول لي انت ما تفهم في البايه، تفهم في المعصوبه المطبقه. اوريك انا المعصوبه الفول المطبقه ابو عمر. طيب ايوه عمر، انا اللي قابلته قبل ابو عمر. ابو عمر طيب. عشان لا احد يعرفه بس. اصاله ايوه شوفي قروشه. لا يا اصاله، لا يا اصاله، خلاص خذ السؤال يا اصاله. من الصحابي الذي سمع الرسول دفن عليه بالجنه؟ أيه. هو سؤال سهل يعني بس للغه العربيه مره. اوكي، من الصحابي الذي سمع الرسول نزل كذا، شوف نزل كذا، دفن عليه بالجنه؟ ايوه. لا احد يحاسبني في اللغه العربيه، انا تخصص رياضيات. طيب والله العظيم شكلك صيني انت. ربنا يخليك. بلال بن رباح، معاذ بن جبل، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان. عيد السؤال. ورطيني انا. من الصحابي الذي سمع دفن عليه في الجنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنه، يعني صوت عليه. من هو مؤذن الرسول؟ بلال بن رباح. برافو. ابو اصيل، حتى انا احبك يا ابو اصيل، انت وعبد الباري. الو زياد. الو يا زياد. زياد وين رحت؟ اسامه. ها ها اسامه، كيفك يا اسامه؟ ها؟ ايش قلنا لك حمل معانا انت؟ ها ها، ايش وين رايح انت؟ اسامه. الو ها ها. يا ابوي لا تقول ها، ايش بك انت؟ قل نعم. الحمد لله. الحمد لله، حد قال لك كيف حالك انت؟ اسامه. خليه يتصل يطلب مراد، لا حيطلب خالد. اسامه. تضحك ها؟ دوب وصل له الصوت. الحمد لله. يرحمك الله. ها. ها. وينك؟ اسامه. يا أسامة. ها. أسامة. ها. يا حبيبي أسامة. ها ها ها. يا أخي لا تقول ها، يا أخي قول نعم. نعم. أيوة كذا تمام. أسامة كم عمرك أسامة؟ 14. من فين يا أسامة؟ من الطايف. والله والنعم بأهل الطايف. على عندكم هناك شوف أي مستشفى، شوف أي مهرجان. إيش تختار سؤال؟ شكرا. حصل على. طيب اقعد، هو نص ساعة يقول ها ها ها، ايش تبغانا نسوي له؟ الو عبد الرحمن. معك عبد الرحمن. اتصل اول. عبد الرحمن. الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك عبد الرحمن؟ طيب تفضل قول له هذا بيت عبد. الو السلام، بيت عبد الرحمن. الو الو. اي بيت. الو اي الو. السلام عليكم عبد الرحمن. ايوه. اي كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله. ايش مسويين على السحور؟ ما ادري. يا نهار اسود يا رجل، باقي ساعه. الو. يا عمي انت تشرد يا ابوي، ما نبغاك تعزمنا، خلاص يا عمي اختار. يلا ابتكو. ابتكو ولا ابتكو؟ ابتكو. تكنو. تويو. تويو. اوه قبل ما اقولها. طيب اوكي، انت مذاكر بقى يا عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن، من هي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ زينب بنت عبد المطلب، الخنساء، صفية بنت عبد المطلب. من هي أم الزبير؟ أوكي الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه، من هي أمه؟ زينب بنت عبد المطلب. ثلاثة. ثلاثة إيش؟ صفية بنت عبد المطلب قصدك صح؟ أيوه. يا عبد الرحمن. طيب ها دحين تقول لنا ايش سويتوا على السحور؟ فرح. الو عبد الرحمن راح. الو ما حنتسحر اليوم شكله. الو عبد الرحمن. مين؟ فرح. فرح. الو فرح. هذه اللي طابخه لعبد الرحمن. فرح. الو الو فرح، كيفك؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. اول شيء بس احب اذكر المشاهدين، في واحده من المشاهدات امس ارسلت لي رساله على تويتر. الو يا فرح دقيقه اصبر، يصلي على النبي. ايش جاي انت تشتري محل العاب هنا؟ الو الو هيا فرح، انا اخذها بعدين نرجع لك. الو فرح جاهزه؟ من فين يا فرح؟ ايوه. كم عمرك يا فرح؟ يا فرح اسمعينا من التلفون. فرح وطي صوتك. ايوه 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 من التلفون، سيب التلفزيون على جنب. طيب طيب يلا فرح، انت من فين يا فرح؟ والله العظيم تردد، ايش ده؟ فرح فرح. الو الو فرح، انت من فين؟ انا من جده. ونعم أنا شوف انا اللي اعرف اتعامل معهم. مع صح صح. الله يرضى عليك، الله يخليك، كمل معهم. الله يخليك، الله يسلمك. يلا كمل ما دام تعرف تتعامل معهم. فرح. ها معاك يا حزن. الو الو فرح، ايش سحوركم؟ ما ادري برضو يا جماعه،
عيب والله، خلوا بيننا عيش وملح، ترى جالسين تاخذوا هدايا انتم. وش كذا؟ لا سمحت يا مراد. ايوه ممكن اقول لك شيء؟ قولي. انتبهوا. شوف انا انا جيران دانا وسلطان. طلعت بنت عمت خالة امك. دانا وسلطان. ايوه كملي كملي. ومين امهم؟ لا انتبهي انتبهي. هذول اولاد اختك صح؟ فرح قفل. ايوه اولاد اختي هذول دانا وسلطان. صح؟ سلطان 7 سنوات تقريبا. دحين مين طلب منك 7 سنوات؟ اولاد اختك. ابى اصرفها لما تكفي. هتقول اسم امهم. المهم دانا وسلطان خلاص فوزي. فرح فرح انت فايزه. يلا ما دام انا اوريهم دانا وسلطان. اوكي يا فرح. قدام رقمك. الو. في حاجه بقولها يا جماعه، في واحده امس ارسلت لي على تويتر اسمها صاد الشهريه او الشهري او حاجه زي كذا، تقول بلغ المشاهدين يدعوا لاختي بالشفاء والعافيه. فانا ارجو من كل المشاهدين اللي يشوفونا في الوطن العربي، في المملكه العربيه السعوديه، في كل مكان، في مكه وفي جده وفي الرياض، انهم يدعوا لها بالشفاء. ما تدروا يمكن دعوه واحده من واحد في يوم فضيل زي هذا تشفي هذه البنت ان شاء الله ويقومها بالسلامه. يا رب تقومها بالسلامه. اتمنى من الجميع بالله امانه كل الناس اللي قاعدين يشوفونا الان يدعوا لها بالشفاء، ايام طيبه وايام مفترجه. مين معانا؟ الله يرفع عنها ان شاء الله. رويدة. السلام عليكم. عليكم السلام رويدة. هلا. كيف حالك يا رويدة؟ الحمد لله. بخير؟ الحمد لله. من فين يا رويدة؟ من جدة. والله ونعم باهل جدة. السؤال يا مراد تفضل. تعرف دانا وسلطان؟ لا ايش هو دول؟ ما ادري اخاف يا اخي، هم جيران. اشتغلنا انت ودانا. اوكي. اوكي. رويدة اسمها؟ ايش ده اختك داخل الراعي رسمي هنا؟ والله ما ادري. ايش تختاري؟ من اي تكنو ولا ابتكو ولا هوندا ولا هوندا؟ هوندا هوندا مشوار هوندا يا جماعه. والله كسلنا على اخر الليل يا اخي. كويس لان واحد يجيب واحد زي ده عضلات نشيط. ربنا يخليك. قول ما شاء الله. الله يسلمك. ادعوا لي. الو. السؤال يقول متى كان الحصار الاول للقسطنطينيه في عاصمه الامبراطوريه البيزنطيه؟ عام 80 ولا 54 ولا 49؟ متى كان الحصار؟ 49. يرحمك الله. يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. 49 ولا 49 ولا 49؟ 49. يا هو والله ما شاء الله. انا يعجبوني الناس صراحه اللي فنانين. يعني انا اموت في اللي ما يغشوا. بالله لا احد يكتب سؤال زي كذا في الاعداد مره ثانيه. الو. انس. انس قطع. طيب نذكر بالارقام معانا. 7001 7000 من داخل السعوديه، 1081 ومن خارج السعوديه عند مراد. الله عشان طويل. من خارج السعوديه. من خارج السعوديه كسرت حاجه. 0288 216 22 77 45 62. خلاص. الو. اوكي شكرا. الو مين معانا؟ مين؟ مريم. السلام عليكم يا مريم. مريم. الو. السلام عليكم يا مريم. مريم. ها. السلام عليكم يا مريم. مريم. وعليكم السلام. كيف حالك يا مريم؟ من أين أنت يا مريم؟ من مكة. والنعم بأهل مكة، أهل السوبيا. حسبتك حتسب. مريم. النعم بأهلكم كلكم. أها. مريم انت سنة كم يا مريم؟ 7. سنة 7. حلو سنة 7 دي. مريم في اي مدرسة تدرسي؟ السابعة. حول امية. ها؟ ليلية ولا صبا؟ مريم. ها. مريم سنة كم؟ مريم في اي مدرسة؟ اي حاجة نبغى اي معلومة تفيدنا. مريم. الو مريم. مريم الظاهر انت غلطتي، تبغى تتصل على طيور الجنه. مريم. مريم. مريم طيب ايش رايك تفوزي كده بدون اي حاجه؟ ايه يا دلع. فوزوها 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 دي فوزوها. لو استمرنا 5 دقائق حنخش مشكله. اوكي. الو. الو اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل عندك يا مراد. اسماعيل عندي. كيف حالك اسماعيل؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك اسماعيل؟ الحمد
الحمد لله طيب. ايش اخبارك؟ طيب كل عام انت بخير. انت بخير ان شاء الله. انت مرتين انقطع عليك بسرعه يا مراد عشان حيقطع عليه ثالث. اي مرتين انقطع علي. انقطع عن مويه هي؟ قطع علي الخط اوكي. طيب ايش تختار؟ نفوزك؟ هوندا. نفوزك؟ هوندا. يا عمي فوز يا عمي فوز بلا هوندا مشوار والله اجيب ورقه هوندا. ابراهيم مع خالد راح ياخذ غفوه. السلام عليكم. السلام. كيف حالك ابراهيم؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ طيب لو نكون قلقنا منامك ولا حاجه. الله يسلمك. في سحور ابراهيم اليوم ولا حنمشيها مويه بس؟ ها؟ ها؟ لا خلاص ايش تختار؟ تكنو، اوبتيكو، هوندا ولا تويو؟ هوندا. طيب استنى شويه. استنى. ايش اسمه؟ ابراهيم. اوكي. ابراهيم. والله السؤال طويل ياخذ حلقه كامله. في عام 488 اعلن البابا اوربان الثاني الحرب على العالم الاسلامي. فما هي تلك الحرب؟ الصليبيه الثانيه ولا الصليبيه الثالثه ولا الصليبيه الاولى؟ خذ الاولى يا عمي. السؤال؟ طولتني يا اخي. في عام 488 اعلن البابا اوربان الثاني الحرب على العالم الاسلامي. البابا ولا السؤال ده ما مر والله ما مر علي في التاريخ والله. البابا ولا الماما؟ اوكي. فما هي تلك الحرب؟ الحرب الصليبيه الاولى. الحرب الصليبيه الاولى. تمام خلاص سلام عليك. يا رب ما يجينا في التاريخ السؤال ده. الو 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 امواج. هلا. السلام عليكم امواج. وعليكم السلام امواج. كيفك؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب امواج. من فين وانت طيب امواج؟ احنا من نماص. ونعم باهل النماص اهل الجنوب. سمعونا شيء للجنوب امواج. امواج امواج امواج. هلا هلا امواج. ايش تختاري يا امواج؟ تويو. تويو تويو امواج. يا سلام. خالد خرج يكمل برا. اوكي امواج. هلا امواج. ما هي صورة القتال؟ صورة محمد ولا صورة الحجر ولا صورة النور؟ عيد السؤال. ما هي صورة القتال؟ صورة إيه؟ محمد ولا صورة محمد ولا صورة محمد؟ صورة محمد. اي واحد ده فيه ما يجاوب فيه الاول ولا الثاني ولا الثالث يا امواج؟ الاول. الاول. يلا امواج مبروك امواج. الو. طبعا نحن نشكر الاستاذ طارق قاضي على الاستوديو هذا الجميل واللي قدموا لنا يعني من تسهيلات حقيقه في هذا المكان استوديو الصفا. يعني شيء صراحه ما تخيلوا قديش نحن مرتاحين والامور طيبه الحمد لله. ونشكر كمان الاستاذ محمد الزهراني على اللي قدموا لنا من تسهيلات مدير العلاقات العامه طبعا في الاستوديو. الو طب تمام معاكم انا ماشيين ولا ايه؟ بيننا تلفون يا جماعه. السلام عليكم. الو الو. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. الو. عبد الرحمن. الو. يا عبد الرحمن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الرحمن. الو. عبد الرحمن الو. الو. يا عبد الرحمن الو كلمني يا عبد الرحمن الو. طيب لين متى حنستمر الو؟ حالك. عبد الرحمن كيف حالك؟ طيب. من فين انت عبد الرحمن؟ فوزوا ابوي دخلوا السحب. ها عبد الرحمن. عبد الرحمن قتلت انا عبد الرحمن. عبد الرحمن الو. عبد الرحمن هي هي عبد الرحمن خلاص. وعليكم السلام. كم مره قلت لنا السلام عليكم؟ عرفنا انك من جده. من جده. طيب عبد الرحمن تبغى سؤال ولا ايس كريم ولا ايش تبغى؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن خذ ايس كريم. عبد الرحمن. عبد الرحمن والله انا نمت. عبد الرحمن
هي عبد الرحمن ايش تعور تهري ولا بهادي هلا 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 تهري ولا بدي اي فك فك خلاص خاف خاف خلاص خلاص يا ابو محمد والله بفانوس رمضان دام خلاص خلاص ابو محمد خلاص معلي عشاني عشان خلاص عبد الرحمن زودها عبد الرحمن خلاص تبغى تهري ولا نمشي نحن نروح خلاص خلاص معلش الله عبد الرحمن جالسين من المغرب هنا عشان تقول الو عبد الرحمن والله هلا برضه هلا هيرجعنا خذوا خذوا انا رايح العمام راجع اوكي عبد الرحمن عبد الرحمن خالد راح يجيب عصايا عبد الرحمن تبغى تفوز قول ايوه بس قول ايوه انا افوزك عبد الرحمن تبغى تفوز عبد الرحمن تكفى عبد الرحمن تكفى تكفى تبغى تفوز عبد الرحمن هلا 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 ايوه تبغى تفوز لا طب جزاك الله خير سلام عليكم انا ماشي هذا ال 500 حقي انا ولا بدون اي جائزه يا جماعه راح عبد الرحمن راح قال ما بفوز قلت تفوز قال لي لا جزاه الله خير والله انت خوفته طيب انا تحيه مني كمان لعبد الرحمن وجمانه حقيقه اولاد عبد العزيز كل شويه يرسلوا لي وان شاء الله كل اللي يعني ان شاء الله كله تمام عبارة مبسوط ابو اصيل مبسوط شجاع مبسوط وضعيف مبسوط شجاع شجاع ايوه ايش ده السلام عليكم كبسه دي الو السلام عليكم وعليكم السلام اه هلا والله ايش ده الو شجاع مرحبا من فين انت يا عم السماعة فيد وعصاية فيد والله ونعم باهل مكة على اوي اوي شجاع عمر نعم انت بتتصل ايش تبغى مضارب ولا عندنا سؤال يا حبيبي والله ضحكتك انها بالله كيف ضحكتك والله رهيب انت يا شجاع شجاع عندك اسم على مسمى والله سمعنا مجس حاجة كده يا شجاع وتفوز على طول سمعنا اي حاجه ونفوزك حكينا قصه مضاربه سويتها لا ايش قصه مضاربه حسيت اصلا مين معلم شو اسمه جون سينا ده شجاع اه حبيبي اي حاجه والله ايش اي حاجه سمعنا ايش تبغى ايش اي شيء سمعنا انت مجس اي شيء احبكم اوي الا احبكم دي سي حتى بجد انا اسمع فايز شجاع فوزوها محمود ده لا يدخل لنا في التلفون الو ريقك نشف امجاد السلام عليكم الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام امجاد كيف حالك طيب الحمد لله كم عمرك 13 طيب ايش تختاري يا امجاد على ذوقي على ذوقي على ذوقك ايش بفستان ما جاي اشتر عطر اوكي امجاد امجاد من هي اول من قتلت رجلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه رضي الله عنهم هند بنت عتبه صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بنت ابي بكر ساعدني ساعدني صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية ما كملت الخيارات يلا مبروك شو اسمها هي امجاد الو الو مين الاسلام انسام 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 الو انسام الو انا من داخل البسطة انسام كيفك الو ايش اسمك يا انسام انسام أنسام أهلا وسهلا أنسام كيفك؟ كل سنة وأنت طيبة؟ طيبة من فين يا أنسام؟ طيبة من فين؟ طيبة من فين؟ خلاص خلصنا ايش دي راجع ريوس طيبة 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 من مكة من مكة أهلا وسهلا بأهل مكة ما شاء الله كثير أهل مكة أنسام أديك سؤال من الآخر يعني انسام تعرف ادانا وسلطان تعرف يا عبد الباري العمودي انسام تعرف ابو اصيل انسام انسام ايوه الو طيحوا السماعه ده اه جات امها جات انسام جات اقرا اقرا انسام الو ايوه جابت نعم السلام عليكم وعليكم السلام مين معايا أنسام برضو؟ أنسام برضو إيه كويس أنت من فين يا أنسام من مكة صح؟ أيوة طيب السؤال يقول معايا؟ أيوة أيوة إيش فطرتوا اليوم؟
اقعدوا اضحكوا والفلوس على روسكم، قاعد التلفون يخسر ابوك حيدفع يا اخي. خليكي اضحكي. اقعد اضحك واستهبله ومسكين ابوك يشقى طول النهار عشان يدفع في الليل. انسام قولي له تمر، تمر تمر مويه. يا انسام. انسام. ايوه نعم. انسام. ايوه. انسام من الاخر يا انسام. الو. ايش فطرتوا اليوم يا انسام؟ شربة. شربة فايزة، فوزوها ما دام فطروا شربة. الو. والله ما فطروا شربة. لا لا فطروا شربة يا شيخ. الو عبد الرحمن. عبد الرحمن. هلا. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ بخير الحمد لله. كيفك يا عبد الرحمن تمام؟ الحمد لله بخير. من وين يا عبد الرحمن؟ من تبوك. والله ونعم بتبوك واهل تبوك اهل الشمال حبايبي. كيف تبوك عندكم وكيف رمضان؟ ما علي انت. كيف صمت اليوم ولا؟ هلا؟ ولا مسافر انت؟ لا انا من الجنوب بس ساكن في تبوك. والله ونعم باهل تبوك حبايبنا. ما عليك زاد. حبيبي. هلا. ايش تختار ولا اختار لك انا؟ اختار تكنو. تكنو اهو شوف سبحان الله عندي تكنو. ايش ده؟ طيب اديك سؤال مره سهل 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 سهل. أيوه. ما هي أول جامعة في العالم؟ جامعة الملك عبد العزيز، جامعة القرويين، جامعة الأندلس. مرة. مرة سهلة. يعني قرويين. جامعة القرويين. الخيار الثاني. يا سلام عليك فايز يا حبيبي. ألو. سعود ده. سلام عليكم. سلام. كيف حالك يا سعود؟ بخير الحمد لله. كيف حالك انت؟ الله يسلمك. سعود من فين؟ الله هذا من القصيم. الحمد لله. من فين؟ من الزلفي. والله ونعم باهل الزلفي بجنب القصيم. الله يسلمك حبايبنا سعود. هلا والله. انا المنطقه دي القصيم وما جاورها اعشقها عشق ابدي. الله يسلمك. لذلك يا سعود راح تدخل معانا السحب بدون سؤال فايز. الله يسلمك ويجزاك خير. على راسي يا حبيبي. الله يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي. في مراد لو تبغى تحبه كمان. هلا والله غلط. تسلم. هلا والله هلا. أنا رشاد من اليمن. ألو. محمد. ألو. ألو. أي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اخبارك؟ الحمد لله. انت شو اخبارك؟ ابد الحمد لله. الحمد لله. من وين؟ من جيزان. جيزان. نعم والله. ما عليك يا زول. اسمع دي اسمع دي يا محمد. هلا. اسمع. اوكي. يدي في جيبي ها؟ محمد. شكرا شكرا. على راسي يا ابو حميد. مراد ابو حميد ايش تختار؟ من فين نجيب لك سؤال؟ من اي حاره؟ تعال فوندا. تعال اديله السؤال ده سهل. تعال خذ السؤال ده سهل. والله سهل وظبطه. والله سهل وظبطه. حبايبي اهل جيزان بس توصى مرسى. ها توصى مرسى. من اول من اسلم؟ عائشه بنت ابي بكر، ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها، ولا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. عندي السؤال. من اول من اسلم؟ اول شخص اسلم من النساء طبعا. من النساء هي طبعا. عائشه بنت ابي بكر ولا ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها ولا فاطمه بنت محمد؟ خديجه. يا سلام عليك يا مولا جيزان. ادينا الصوت يا ابو صلوع. ادينا سمعنا العرض. ابو صلوع هذا في الكنترول. ابو صلوع داول. والله ما ادري اني انا. المهم ابو صلوع. الو زياد. زياد. هلا. هلا زياد. هلا. كيف حالك؟ الحمد لله. من فين يا زياد؟ ها؟ من فين؟ جيزان. من جيزان؟ ايوه. ادينا ثاني يا محمود. ادينا ثاني. ادينا ابو صلوح ولا محمود ثاني؟ قضيها الليل كله كذا ولا احد بيسرح. سرح. هلا. هلا والله زياد. خلاص انت كمل معانا. هلا زياد. زياد كمل وارسلنا الفيديو واتساب. زياد ايش تختار؟
والله بالتلفون اختار لي انت. انا اختار لك؟ جيب جيب. ايوه. الله ما تزال. بسرعة بسرعة زياد. والله لا. ما هو المعجم العربي الذي ألفه الخليل بن أحمد الفرهادي الفراهيدي؟ فراهيدي. الصحاح لسان العرب، المصباح، العين. العين ده فريق في الإمارات. يلعب في أحمد. أو العين عزيز. هذا أحمد الفريدي ولا فراهيدي؟ فراهيدي. العين ولا العين؟ المعجم العربي سهل. العين ولا العين؟ العين حوله ها؟ العين. يا سلام عليك. الله تعجبني. يلا اللي بعده خذ السال. ما هو خذ السال. ريما ريم ريم. الو 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 ريم ريما. يا ريم. ايوه ايوه ريم. السلام عليكم. الو الو الو. ايوه ايوه ريم. ايش حالك؟ من فين يا ريم؟ وطي صوتك يا محمود. من أبها. أبا أي صح عندكم دحين الساعة 6 الصباح. أبا 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 ولا أما؟ ألو. أيوه أيوه ريم. هلا يا ريم. من فين في أبها؟ من أبها. آه صح أبها. طيب أوكي. طيب سؤال سهل يا ريم. بالله ركزوا في السؤال. العالم العالم العالم. ليه غيرت؟ ليه غيرت؟ لا ما ينفع. العالم العالم العربي المسلم ابن بطوطة هو من علماء المسلمين في علم ابن بطوطة من علماء المسلمين في علم الطب، الفقه، التاريخ، الجغرافيا. فيش ابن بطوطة؟ بطوطة بطوطة جغرافيا ولا جغرافيا بطوطة؟ سهل ابن بطوطة. بطوطة بطوطة في جغرافيا ولا بطوطة؟ بطوطة. هي صح. فايزة الجغرافيا. فايزة اختها. كمل يا ريم. الجغرافيا من بطوطة في البطوطة. الو. انا افضل ان احنا نوقف المسابقة ثلاثة، الناس بعد ثلاثة تبدأ تضيع. الو عبد الله. اروى يقول لك تقول له اروى. عبد عباس. مين؟ الو الو. خذ امراه. الو مستشفى القلائل الولاده. الو الو. نعم نعم. سلام السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا بيت ما مشموس. امي موجوده؟ امه موجوده. الو 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 ارجوك. الو الو. اي اروى اروى أروى. نعم. كيف حالك؟ طيبة. تمام؟ نعم. طيب أقول السؤال سامعتني؟ ألو. والله والله قلت ألو. يا أروى. ألو. والله قلت ألو. أروى. 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 أروى اسمعينا من التليفون. ألو. ألو. أيوة ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أختي كيف أقدر أخدمك؟ السلام عليكم. أي بيت بامشموس؟ أروى. أمه في؟ أروى. أيوة ألو. أوكي أروى أقول السؤال سمعتني كويس؟ أيوة سمعتك سمعتك. قول السؤال. أبو محمد تجيب الليل. كم ورد لفظ الكعبة في القرآن الكريم؟ أيوة. مرة ألو. واحدة، مرتان، أربع مرات، سبع مرات. إيش هو السؤال؟ كم ورد لفظ الكعبة في القرآن الكريم؟ كم مرة ذكرت الكعبة في القرآن الكريم؟ مرة، مرتين، أربعة، سبعة. مرتين؟ مرتين. شكراً يا أروى. لا تدق يا أروى. ألو إبراهيم. أرحب يا هلا. أرحب الله. يا مرحبا. من فين؟ أبويا من القصيم. والله ون... لا سيبك البالة لا. يا أبويا يا أبويا من القصيم. كيف يا أبويا من القصيم؟ إبراهيم القلعاني من القصيم أبويا. والله ونعم بأهل القصيم حبايبي. إبراهيم والله يا مرحبا يا إبراهيم. أرحب. أباك تقول حاجة يا إبراهيم. أيوه. لو قلت أندر برا تفوز. أندر برا. أندر برا يا أبويا. يهو. إبراهيم فايز. أصلا أنا أحب أهل القصيم فأي واحد من القصيم فايز ما عندي مشكلة معه. أي أحد يعرف دانا وسلطان فايز. أبو محمد طيب في واحد أرسل لي رسالة. أبو محمد أنت متأكد إن الوضع كويس كده؟ إذا الوضع كويس نحن نمشي على تعليماتك أبو محمد. أنت على راسنا من فوق. ألو
أسامة. إيه مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، حيا الله أسامة، كيف حالك يا أسامة؟ الله يبارك فيك. إيه مرحبا، السلام عليكم. من فين يا أسامة؟ من مكة المكرمة. الله يعطيك العافية. الله والنعم، باهل مكة كلهم حبايبنا وخيرنا. الله يبارك فيك حبيبي يا أسامة. هلا حياك يا ابو مشمود. موظف انت ولا ايش؟ شغال ولا ايش؟ ولا طالب؟ والله انا معلم. معلم، معلم ايه؟ بناء؟ معلم كيمياء بالقصيم. والله والنعم، ايش بك كذا مخلوط مكة على القصيم؟ بالقصيم وش نسوي؟ هو شغله قال القصيم عشان تفوزه. حبيبي والله ما دام انت معلم عاد ما نقدر، لو سالناك اي سؤال حتجيبه. كيمياء ما شاء الله عليك. الله يسلمك. في الجغرافيا كيف حالك انت؟ اسالك في الجغرافيا يا سامة. هلا مع كيف الجغرافيا ماشيه معاك الامور؟ ظبط استاذ الجغرافيا ولا ما تدوا بعد حصص؟ الجغرافيا انا قال لهم والله شوف في سؤال سهل جدا، انا السؤال ده جاوبت عليه وانا في ثاني ابتدائي. ايش هو؟ يقول لك في اي قاره يوجد جبل كيلي مانجرو؟ مانجرو مانجرو ايش الجبل ذا ولا؟ ايوه والله ما ادري هو جبل ولا جربوكس. والله جبل ولا عصير؟ والله كيلي مانجرو يا هو سهل. كيلي مانجرو ايش السؤال؟ السؤال في اي قاره يوجد جبل كيلي مانجرو؟ في قاره اسيا، في ملك المانجا، في استراليا، في دوحن، او في قاره افريقيا؟ ما تقول لك بالقصيم بس ما في بالقصيم افريقيا جاب هوي. اسمع قاره افريقيا اصلا من اسمه والله كيلي مانجرو. ايه كيلي مانجرو يا هو كيلي مانجرو مانجرو افريقيا افريقيا. يا سلام عليك يا اسامه والله فنان. شوف كيمياء فنان. الو رؤى. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا رؤى؟ الحمد لله بخير، انتم كيفكم؟ طيبة يا رؤى. كل عام وانتم بخير. وانت طيبة. من فين يا رؤى؟ من جدة. هنا هنا هنا. فين؟ في اي حي في جدة؟ نعم؟ في اي حي في جدة؟ نبي نجي نتسحر. لا انا عايشة في الرحالي. الرحالي؟ الرحالي قريب هنا يعني. والله اخص والله بعيد مرة. لا لا قريب. رؤى جهزوا. جاهزة؟ ايوه. طيب انا اديك سؤال سهل، ايش افطرتوا اليوم يا رؤى؟ عادي اي شيء يعني. كيف اي شيء؟ ايش اكلتوا يعني؟ ايش عادي؟ اكلت ايش؟ جنوط؟ الشيء اللي افطرت مثل الشوربه السعوديه لازم. ايوه الشوربه. طيب ايش كمان؟ الشوربه السعوديه. في حليب سعودي. مكرونه. يا سلام. ايش كمان؟ دسم يا جماعه. كينيات. ايش؟ مكرونه ولا اندومي؟ لا وش اندومي؟ كيميات. ايش؟ كيميات. ايش دي درس ده؟ كيميات ايش؟ انا بعرف ايش الاكلة دي. ايش؟ كيميات كيميات. ايش طينيات؟ صينيات؟ كيمية يعني. طينيات طيني ورور. ايه. طيب ايش كمان؟ اخر حاجة لو قلتي حتفوزي. باقي واحدة. ايش الجريش؟ بيتزا. بيتزا، اوه بيتزا. خلاص. انت ما دام تاكل بيتزا اكيد متعلمه فما يحتاج سؤال. فوزوها يا جماعه. الو ايوه. الو الو سعود. هلا والله سعود، كيفك يا سعود؟ طيب سعود انت من فين يا سعود؟ الو هلا سعود. نعم من فين انت يا سعود؟ طيب الحمد لله. انت من فين يا سعود؟ الرياض. طيب من الرياض. الرياض عاد اهل الكرم الفياض. ونعم والله. سعود كم عمرك؟ عليك سعود. سعود من كم عمرك؟ عمري داخل 12. داخل 12 ما شاء الله، كم لك في 11؟ مطول؟ لا مقصر. لك سنة 11 شهر في 11 والله طولت. صدق انا عندي خوي يعني ما له حتى سنتين في 11 مشي. ايه طيب عطني سؤال على كلمة تكفى. سعود تكفى. والله ما دام قلت تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل. سعود انت فايز بدون سؤال. لا تطول في 11 فايز داخل معانا السحب. اللي يقول تكفى اللي انا ما عندي. الو مين؟ سميك. مين؟ خالد خذه انت. سميك خالد. ايوه ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا خالد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا خالد؟ الله يحييك. من فين يا خالد؟ انا من ينبع. خالد من ينبع. ونعم ونعم والله باهل ينبع. في مسيق عليهم دول. اوكي الله يبارك لك. عساكم من عواده ما سمعت بس اوكي. ايش تختار يا خالد؟
كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت طيب حبيبي الله يسعدك، ما نلحق نجيكم على السحور ولا كنا جينا. خالد ايش السؤال اللي تختاره خالد؟ من اي حاره؟ اعطوني خيارات اختار انا، اعطوني خيارات. لا استنى قبل الخيارات خالد، اختار الحاره خالد. هوندا خالد ولا اوبتيكو؟ ايش؟ اعطيني الاسماء اللي عندك، عندك فوتوتشيني حبيبي، عندك سمبوسة بالخضار، عندك هوندا، وعندك تويو واوبتيكو وتكنو. ما عندكم ناجل؟ لا والله رز ما نسوي، ما عندنا مين؟ ناجل يبغى ذا ناجل. ناجل لا والله ما في ناجل. ايوه انا ابغى الناجل، احنا على السحور دحين. اسمع الناجل على السحور يعطش والله. والله عطش. طيب اختار لي انت اللي تشوفه. طب اسمع انا بقول لك حاجه. ايوه. اذا جاوبت عليها خلاص اعطينا ثلاثة انواع تنفع فيها الصياديه. سمك. هيا خذ عندك. قعد. هاي. هات يا اخي قاعد تسمع. طيب. اسمعنا من التلفون بسجلها في الجوال. اولهم وعلى راسهم الناجل. الناجل الحر ولا الناجل الحر؟ حلو، ايش كمان؟ طيب والثاني عندك اللي هو الهامور. هامور حلو، باقي لك واحد الناجل. يلا. وعند الفارس. الفارس خلاص يكفي، وفايز داخل معانا في السحب. الو ايش قال اخر شيء فارس؟ الو صديق، يا صديق سجلنا معلومات خالد. صديق كيفك يا صديق؟ الحمد لله. من فين يا صديق؟ من مكة. ونعم باهل مكة. اهلا بابا. ها صديق سؤال ولا حبيب. تبغى نقلبها باهلة لو تاخذ جائزة وتتوكل على الله؟ يا ليت قدامك. ايش يا صديق؟ اربع كفارات انا شايف من يوم ما قلنا فيها اربع كفارات من تويو كله قلب كبار. كيف؟ من يوم ما قلنا انه في جائزه كل يوم اربع كفرات من تويو طقم كله قلب كبار، حسيت انه كفرات الناس كلها ممسوحه. طيب يلا يا صديق جاهز؟ اوكي جاهز بسم الله. من اول من دون الدواوين؟ ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان. مساعدة والله الله يعطينا ويعطيك. لا يا جد يلا. قصدك مساعدة في الإجابة؟ حسب تبغى مساعدة فلوس. طيب شوفوا طالع لك فوق العمود الرجال. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يرحم أمه. أو عثمان بن عفان. عمر بن الخطاب. طبعا عمر بن الخطاب يا حبيبي. الله يعطيك العافية. طيب. ألو. ريماس وبيلسان إيش ده محلات ذي؟ ألو. ريماس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ريماس. نعم. كم عمرك؟ 8 كاش ولا تقسيط؟ قصدي ريماس. نعم. لا تضحكني. ما ضحكت انا ضحكت السؤال. السؤال يقول سنة كم تدرسي؟ سنة ثالث صح. الله الله صح. الله 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 ريماس. بيلسان. الو. ايوه هو ده الكلام يا لسان. كيف حالك؟ انت من فين يا بيلسان؟ ياهو سنة كم تدرسي؟ طالعة أولى. والله حرام فوزها والله. بيلسان. نعم. اسم مخطط ده. اي امها جالسه تنقلها جنب بس. اللي قاعده تنقلك دي قولي لما تطلع اول لا عاد تنقلك لانه لو الغش مش كويس. انت يا بيلسان انت حلوه تمام وعشان كده تفوزي تخشي معانا بالسحب على سياره وان شاء الله عشان تنقهري تفوزي بطقم كفرات. الو جوهره. تعال اوكي جوهره قوي والله. جوهرة خليك جبتني انت وشردت خالد ورطني. الو جوهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا جوهرة؟ بخير الحمد لله. نعم اعلم انها بنت وليست ولد. جوهرة ماذا تختارين؟ جوهرة لا انت حسب انها غلطت في الاتصال. جوهرة لا انت داقة صح. السلام عليكم بيت ما مشموس.
أي شيء. أي شيء؟ أوكي، أي شيء عند خالد. واحد أرسل لي يقول لي دق علي، حسبني في البيت. ألو. أسأل. جوهرة. نعم. ما هي آخر مدينة احتفظ بها العرب في الأندلس؟ هل هي المغرب، قرناطة، الحمراء؟ آخر مدينة احتفظوا بها العرب في الأندلس؟ أساعدك. الأندلس، قرناطة، آخر مدينة. ياها، قرناطة. الثانية. يا هي. سلام، ايش هي؟ شوف الولد الصغير قاعد ينقلك، شوفيه طفل. قرناطة. أرناطة. 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 يا سلام. أوكي. يلا مشي. فين مدينة هذه؟ الواحد بعد ثلاثة معذورين. ألو. عبد الله. ها. خذ يا مراد. عبد الله. رجعنا في ها. بيت ما مشموس. واحد يقول لي اتصل علي. حسبني في البيت جالس. يا عمي ما تجي الأسئلة دي. عبد الله. ألو. ها. ها. عبد الله كيف حالك؟ طيب. صحك من النوم؟ ها. لا ولا شيء خلاص. عبد الله، عبد الله قول الجواب رقم 4. عبد الله. مين ضربه؟ في حد مين ضربك عبد الله؟ ها؟ يا عمي يا قول الجواب رقم 4 انا افوزك. قول الجواب رقم 4 تكفى. لا ما تضحك، قول الجواب رقم 4. يا معاذ ايش اسوي طفشان تقول لي لا تسيب الجوال، ايش تبغاني اسوي؟ اجلس اضرب الجواب رقم 4. بالله سيبه معاد العمودي هذا؟ ايوه يقول لي ليش تمسك الجوال؟ ايش لك؟ ايش 1 2 3 4؟ ايش يا عمي هذا داق يختبر هذا؟ اوه هذا مفوز ده؟ سامع من هو ده؟ الو عبد الله. عبد الله. الو الو عبد الله. نعم. عبد الله قفل السماعه لا اجي اضربك بسرعه. ايوه عبد الله. يلا عبد الله روح فايز يا عمي شكلك يلا مزكم شكلك. الو يلا هندس الظاهر السنه دي حننطرد ما حجبنا اللوجو. الو خد ساره. ساره. الو الو ساره. الو الو ساره انت ولا عبد العزيز؟ صوتك مو ساره. انا عبد الله. عبد الله والله والنعم بعبد الله. من فين يا عبد الله؟ نفسه ده اللي كان يضحك قبل شويه. من الرياض. انت كنت تضحك قبل شويه؟ ايه انا كوت يا عبد الله. ها عبد الله كيفك يا عبد الله؟ والله فوزناك الحمد لله. خلاص يا عبد الله فايز. ايش تبغى؟ تبغى تنام عندنا ولا ايش انت؟ لا هو يقول هو اللي كان يضحك. عبد الله. عبد الله انت مو اللي كنت تضحك قبل شويه يا عبد الله؟ مبسوط؟ نعم. عبد الله تراك زودت يا عبد الله، تبغى تقفل ولا اجيك؟ يلا تبغى تقفل السماعة ولا تجيب الكرسي؟ ألو ألو سارة. ألو أيوه. ألو 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 سارة. ألو ألو أيوه سارة. السلام عليكم. السلام. سارة من فين يا سارة؟ من مكة. والله والنعم. ما ايش بك يا ساره؟ نايمه ولا عندكم اليوم شو اسمه الاسبوع الجاي؟ لا صاحيه. ايوه يا ساره. طيب يا ساره. ساره. هلا. ساره ايش تختاري، هوندا ولا؟ هوندا. ما شاء الله، في هوندا؟ دقيقه يا ساره. ايش بك يا ساره كذا سام؟ شيبت يا ابو الدنيا بخير. الصحابي الذي لقب بحبر الامه او حبر الامه هو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عباس. حبر الأمة، معليش حبر وليس حبر. حبر الأمة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. يا سلام ايش الفن ده يا هو. الله يا اخي والله ثياب التسليم يا اخي مره ذكاء فوق الـ فوق الـ فوق العالم. الو عبد العزيز. الو يا اخي انت تشوف جوالك يا اخي. شوف انت هذا. لا لا روح هناك شوف. روح اجلس. ايش يا عمي روح هناك داخل حمام انا. عبد العزيز. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد العزيز، شكلك انت في التحفيظ مره طيب. عبد العزيز. هلا. ايوه كيف حالك عبد العزيز؟
طيب الحمد لله. كيف فين يا عبد العزيز؟ من جدة. والله والنعم. عبد العزيز في أي حي في جدة؟ حي منتزهات. حيه؟ حيه؟ منتزهات؟ أيوه. يا سلام عليك. أوه في الجنوب. لا والله قريب. عبد العزيز كم عمرك؟ 14. ما شاء الله تبارك الله العمر كله عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز. هلا. ايش تختار عبد العزيز؟ هوندا، تكنو، تويو، مراد، هابتيكو، ايش؟ هوندا، بيكر تشويس، ايش؟ ايش؟ تكنو. تكنو، ابشر عبد العزيز. يا الله مشوار خالد. والله واحد متصل ما ادري من وين. الو. علي الحميدي يقول لك متابع. الو. الو ايوه. الو. تكنو. يا اخي واحد من دبي ذا شكله خسران مسكين. من جدك جاي استرد؟ اي والله مسكين من دبي. الو. الو ايوه. معايا عبد العزيز؟ ايوه معك. طيب خليك معايا على الخط. طيب. قال تعالى. قال تعالى: فلا اقسم بالخنس. سورة التكوير. ما المقصود بالخنس؟ الملائكة، الشمس، النجوم، الكواكب. الكواكب. كواكب. المقصود بالخنس الكواكب. الكواكب. لا يا شيخ يا شاطر ما شاء الله عليك. والله الكواكب. والله النعم. من جابوك؟ الو. سالم عند مراد. خذ سالم عند مراد. تعال اجلس هنا عشان ما اسوي. اوكي من هنا. هنا نرد على الناس. ايه اوكي. الو. اجلس مع العربية. الو. الو السلام عليكم. يعطيك العافية يا اخوي. الله يعافيك تفضل. دوبنا غيرنا زيت تفضل. معك سالم مسلم. الله يعطيك العافية. عفوا؟ سالم. سالم معك. سالم ونعم تفضل اخوي سالم. يا ظاهر الاسم قدامي تفضل. يعطيك العافية. جوالك مفصول. على طول مشاركة لان الرصيد دوبها. بسرعة بسرعة. ايوه طالع طالع عندي في السيستم. تفضل حبيبي. ايش ايش الباقة اللي تحب تشترك فيها؟ سالم. سالم الو. اهلا معك. اي سالم تفضل. ايش الباقه اللي تحب تشترك فيها؟ تكنو. اي شيء. اي شيء اعطني اياه. اي شيء يعطيك اياه. طيب معك قلم؟ يا معك رقاق؟ يحتاجوا الرقاق الايام دي. يا الله من تويو. بسرعه بسرعه سالم. لا من هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الزبير. حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن ابي وقاص. ادري هو عمر ولا عمرو بن ابي وقاص يا جماعه الاعداد، ولا أسامة بن زيد، ولا الزبير من العوام. سبحت اليوم في مويه فدني. اوكي من هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايوه الزبير. ولا الزبير ولا الزبير. عبد الله بن الزبير. ليه حطيته صفقه يا الاعداد؟ ليه ليه حطيته صفقه؟ حق احد اسمه الزبير بن العوام. الو. وليس عبد الله بن الزبير، لكن الكنترول فوزك. انا مالي صراحه، هم اللي ما يسمعوا. لو في جيل ألو. جديد تعلم المعلومه دي غلط. ألو. من الكنترول ومن اللي اتصل على خالد. انا مالي صراحه. الو. اخر اتصال. الو. سالم كان اخر اتصال معانا. لازلنا معكم اعزائي المشاهدين. تعال مراد بجنبي في الدرج. ربنا يخليك. صراحه يعني نحن نتمنى من كل المشاهدين انه يطوروا ثقافتهم شويه وبعدين يكونوا معانا على طول على الخط. ختام الحلقه، اول حاجه اشكر النجم الحبيب مراد محمد. حقيقه جاتني رسائل كثير على الـ على الـ على التويتر تقول انه نجم معانا. نشكر كل الرعاة. نشكر تويو على اللي قدموه. نشكر تكنو للدهانات. نشكر ابتكو، بيكر تشويس، الجميع اللي شاركونا. ان شاء الله راح بكره يكون معانا راعي جديد. الى الان ما تاكد، لكن ان شاء الله بكره يتاكد. شكرا لكم انتم اعزائي المشاهدين، انتم وجودنا، انتم كل حاجه. اللي ما اتصلنا عليهم اليوم ان شاء الله نتصل بكره. نحن مستمرين معكم الى نهايه رمضان باذن الله تعالى. شاكرين لكم، كل سنه وانتم طيبين. لا تنسوا اختنا اللي قلنا ادعوا لها، الشهري اللي ارسلت لنا على الهذا، ندعي لها كلنا بالشفاء ان شاء الله. ربنا كريم ان شاء الله في هذا الشهر الكريم انه يشفيها باذن الله تعالى ويعافيها. شكرا للجميع، شكرا لاستوديوهات الصفا، شكرا للقناه، شكرا لكل اللي شاركونا على الاعداد، مصورين حبايبنا، شكرا رشاد، شكرا الشباب خلاص عشان ما ننسى اسماء، شكرا للكادر الفني، فريق الاعداد، شاكرين. بكره ان شاء الله نلقاكم على خير.
يقول لك ايش؟ الوقت يمضي والنكهة تبقى ان شاء الله لاخر رمضان. مع السلامة. البرنامج برعايه